السلام عليكم التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله في الفيديو غنحاولوا نديروا كيفية تحديد حدودية، إشارة حدودية من الدرجة الثانية، من بعد ما شلنا كيفاش كنشيخشي على معادلة من الدرجة الثانية وشنو كنمشي نحسب وشنا كيفاش كنعمل واحد الحدوديه من الدرجه الثانيه. ماتنو غنشوفوا كيفيه تحديد اشاره حدوديه من الدرجه الثانيه. دونك قبل ما نبدا بروميير دي شوز، شنو كنعرف انا؟ دونك غنعطيكم واحد الغابيل رابيدمون قبل ما ندوزوا لهاد البارتي هادي. الا جيت مثلا عطيتك واحد مثلا واحد الحدوديه f دو x est égal à quoi est égal à ax plus b، متفقين؟ دابا هادي شنو كنعني بها؟ هادي حدوديه من الدرجه الاولى. علاش؟ حيتاش عندي x الاس ديالو هو واحد، متفقين؟ تري بيان. دونك يقول لي حدد اشاره هاد الحدوديه هادي. ساهله، اول حاجه شنو كنمشي ندير؟ كنمشي نرد هاد الحدوديه هادي على شكل معادله. سافودير كنجي غنكتب لدينا f دو x est égal à combien est égal à 0. Ça marche. Équivalent que quoi? On remplace f de x l'expression d'elle. L'IOA à x plus b est égal à combien est égal à 0. Ça marche. Maintenant, on va chercher elle est x. On va chercher x من هنا. Normalement, cette b est bastani. On va faire la fois. On va faire l'échelle. Quand on dit b, on va faire b. Donc, tu fais ان ا اكس ايتيغال كومبيان موان بي ايكيفالون. هاد ا اكس اشنو لاصق في اكس؟ لاصق في ا، متفقين؟ دونك انا كنشيخشي على اكس، دونك اون فافيغ كوا؟ هاد ا غنهبطو لتحت، وبيان سيغ الضرب اش كيولي؟ قسمه، والقسمه كيولي ضرب. دونك هاد ا هبطتو لتحت، سا دونك كوا؟ اكس كتساوي ناقص بي على ا. دونك ملي كنلقى هاد الحل هذا كنمشي كندير جدول الاشاره، طابلو تسين. دونك طابلو تسين كيتكتب على هاد الشكل، كنتو قريتو في ترون كوما، متفقين؟ في جدع مشترك. كنجي هنا كنكتب اكس، متفقين؟ كنشوف مناش معرفه هذيك الداله اللي عندي، شنو هو النوع ديال الداله اللي عندي؟ حدوديه. دونك علاش غتكون معرفه؟ من موال انفيني بليس لانفيني، لانها حدوديه تان بونينو. دونك موال انفيني بليس لانفيني، متفقين؟ اي سي شنو كنكتب؟ هذيك اللي كندرس ليها الاشاره ديالها، اللي كان اوتيدي لو سين ديالها اللي هي ا اكس بليس بي. دونك هنا غنجي غنكتب ا اكس بليس بي، سا مارش. في هاد البارتي هادي كنكتب هذاك الحل اللي لقيت. شكون هو الحل اللي لقيت؟ هو موان بي سيغ ا. دونك هنا غنجي غنكتب موان بي سيغ ا، فوالا كتنعدم في هاد البلاصه. دونك هادي كنعني بها كتنعدم. زيد اشنو كندير؟ شنو هي العلاقه ديالي؟ كنجي هنا كندير اشاره ا، متفقين؟ على اليمين ا غوش كندير عكس اشاره ا، متفقين؟ تري بيان. دونك هذه هي الحاله الاولى اللي عندي. باغ اكزومبل مثلا كان عندي ا موجب بوزيتيف، غندير اشاره ا سافودير بليس، عكس اشاره ا سافودير موان. كان عندي ا سالب، متفقين؟ يعني نيجاتيف، غندير هنا اشاره ا سافودير موان ادر ا غوش باردون، غندير عكس اشاره ا سافودير بليس. واش متفقين على هادشي؟ سا مارش. دونك هذه الحاله الاولى. نعطيكم شي مثال، دونك غنحاول ناخذ شي مثال. دونك جيت عطيتك باغ اكزومبل، دونك نحاولوا ناخذ شي مثال. الوغ نحاولوا ناخذ ولا نخدموا هذا المثال هذا. المثال رقم واحد، اف دو اكس ايكال 4 اكس موان 6. الكاسيون ديالي ادرس اشاره الحدوديه اف، اتيدي لو سين دان بولينوم اف. دونك تو سامبلومون غنطبق هاد لا ريغل هادي. شنو غنمشي ندير؟ غندير اف دو اكس ايتيغال ا كومبيان ايتيغال ا زيرو. الوغ اف دو اكس ايتيغال ا زيرو ايكيفالون،
غن remplacer f de x بالإكسبرسيون ديالها اللي هو هذا. Donc 4x moins 6 est égal à combien? Est égal à 0. Tu كافي. أن 4x est égal quoi? Est égal à 6. Tu as fait? زيد. أنا عايش كنشيرشي. Elle est x. الضرب اش كيولي؟ قسمة. والقسمة كيولي ضرب. Donc عندي 4 ديش في الطرف الآخر. تاني غيولي كوا؟ x est égal à 6 sur 4. Ça marche. Ou hadi normalement le mchit simplifi ta ghi 2 fois 3 divisé par 2 fois 2. Ça veut dire 2 moins 2 mchit. Donc finalement x est égal à quoi? Est égal à 3 sur 2. Donc on a le débat le hal ou la solution. Maintenant ghamchin tracer quoi? Le tableau de signe jadwal الإشارة. دونك هنا غنجي غنكتب هنا توجور كندير هنا x. هنا كندير فين معرفة الدومين دو ديفينيسيون ديال هذيك الحدودية اللي هي توجور شنو قلنا ملي كتكون عندي حدودية دائما من موال انفيني لبليس لانفيني سافو دير r. متفقين؟ تخي بيان. هنا كندير هذيك اللي درست ليها الإشارة ديال اللي هي 4x موان 6 سي بون. ماتنون غنمشي نكتب الحل اللي لقيت. لقيت هنا موان بي سيغ ا. دونك ايسي غنعتبر بان موان بي سيغ ا سيغ ا سي كوا هي 3 سيغ 2. دونك ايسي سي 3 سيغ 2 كتنعدم في هاد البلاصة. هنا كنشوف اشارة ا عكس اشارة ا. لو سين دو ا لو سين كونتخيغ دو ا. وغادي ايسي اكس اشنو لاصق فيه؟ 4. 4 كيفاش دير؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بيان سيغ بوزيتيف يعني موجب. دونك هنا غندير إشارة أ اللي هو 4 يعني موجب عكس إشارة أ. واش متفقين؟ دونك شنو كتلاحظوا معايا؟ أن 4x موان 6 من موان لانفيني 3 سيغ 2 كيف داير؟ نيجاتيف. ومن 3 سيغ 2 بليس لانفيني بوزيتيف. دونك هادي هي المفهوم ديال. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. نمشيو دابا يعني الكا نيميرو 2. الوغ نمشيو للكا نيميرو 2. دونك كنعرف بان هذه كتسمى حدوديه من الدرجه الثانيه. دونك اللي هي كوا بي دو اكس ايتيغال ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. سا مارش. دونك الكيسيون ديالي اللي كيقول لي حدد اشاره بي دو اكس. متفقين؟ دونك هنا ماشي بحال الاخرى. هنا كاينين حالات. دونك نورمالمون كنشد هذيك البولينوم اللي عندي هذيك الحدوديه كنردها شحال كتساوي؟ كنردها كتساوي زيرو. متفقين؟ دونك غنجي غنكتب لدينا هذه هي لي زيتا بي دو اكس ايتيغال ا زيرو. تكافي ان بي دو اكس غنغومبلاسيها بلا فالور ديالها اكس ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي. شنو كتساوي ليا؟ زيرو. متفقين؟ دونك باش نحدد الإشارة ديال هاد الحدودية هادي تو سامبلومون شنو خصني نمشي نحسب؟ ديسكريمينون دالتا. خصني نمشي نحسب دالتا. دونك دالتا إيكا بي أو كاري موان 4 أ سي. سا مارش. دونك أنا شنو كنعرف؟ أن دالتا شحال عندو من حالة؟ عندو تلاتة الحالات. دونك الحالة الأولى ملي كيكون عندي دالتا سيبيريور أ زيرو. الحالة الثانية ونبقاو بالحالة الأولى. نورمالمون ملي كتكون عندي دالتا سيبيريور ا زيرو أكبر من صفر أون دو سوليسيون. عندي جوج ديال الحلول اللي هما كوا إكس أ كتساوي موان بي موان راسين دو دالتا سيغ دو أ إي أو إكس دو إتيكال أكوا موان بي بليس راسين دو دالتا سيغ دو أ. واش متفقين الشباب؟ دونك عندي جوج الحالات. الوغ ملي كنلقى الحدوديه كنمشي نحل هذيك المعادله وكنلقى هذوك جوج الحلول. دابا عندي لو دغوا انني نمشي ندير طابلو سي نمشي ندير جدول الاشاره لا ميم شو. شوف معايا وغادي ايسي. دونك توجو كنجي كنكتب واحد طابلو سي يعني جدول الاشاره كنقسمو على جوج من ناحيه العرض. ايسي كنجي كنكتب اكس سا مارش حيت المتغير ولا الفاريابل اللي عندي هو اكس. هنا توجور كندير لو دومين دو ديفينيسيون يعني جدول
او بيان باردون مجموعه التعريف ديال الحدوديه. حنا قلنا دائما مجموعه التعريف ديال الحدوديه من موا لانفيني الكوا البليس لانفيني، متفقين؟ هنا كنجي كنكتب هذيك اللي كندرس لها الاشاره ديال اللي هي ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي. دونك كنجي هنا كنكتب الحلول اللي عندي، صامارش ملي كنسالي هاد البارتي كنجي نكتب الحلول اللي عندي. شوف اللايف ديالك داك كيدير بزاف واحد الغلط كيديرو دائما من جيت موالان فين داك. حنا شنو شحال عندنا من حل؟ اون ا دو سوليسيون اكس 1 واكس 2. دونك ديما من جيت موالان فين كنكتب هذاك الحل اللي صغير. شكون هو الحل اللي صغير؟ هو اللي فيلمو و دونك انا غنجي غنكتب اكس 1 صامارش، وهذاك الحل الكبير اللي كبر من الحل اللي كتبت هنايا كنديرو من جهه بليس لانفيني. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. هنا كينعدمو في هاد لي سوليسيون هادو تري بيان. من بعد كنجي كنكتب هنا لو سين دو ا اشاره ا من الجانبين اشاره ا. هنا كندير لو سين كونترير دو ا سافو دير عكس إشارة أ. دونك هادي هي الحالة الأولى اللي عندي. يعني مثلا كان عندي أ نيجاتيف يعني سالب إشارة أ يعني موا موا بليس. كان عندي أ موجب دونك هنا غندير موجب هنا موجب عكس إشارة الموجب هي سالب. سامارش. دونك هادي هي الحالة الأولى. نمشيو للحالة الثانية ملي كيكون عندي داتا إتيكال أ زيرو. دونك توجور ملي كيكون عندي دلتا ايغال ا زيرو اون ا ان سول اون سوليسيون اينيك. يعني حل واحد اللي هو اكس زيرو ايغال ا كومبيان موان بي سيو دو ا. سا مارش. دونك ملي غنجي غنكتب طابلو سين من بعد ملي كنلقى الحلول بيان سيو عندي لو دووا انني ندير طابلو سين جدول الاشاره. دونك هنا كنجي كندير جدول الاشاره اللي هو هنا اكس هنا موال انفيني بليس لانفين. سامارش. قلنا توجور في هاد الحالة شنو كندير؟ هاديك اللي كنوتيدي لو سين ديالها. دونك في هاد الحالة غنعاود ناخد ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي. سي بون. ماتنون غنمشي نكتب الحل اللي لقيت. شحال عندي من حل؟ عندي حل واحد. دونك هنا غنجي غنكتب اكس زيرو. متفقين؟ فوالا كتنعدم في هاد السوليسيون هادا. Ça marche. Après, quand j'ai quand je vais le signe de A, le signe de A. Tu as fait une machine pour le faire le lourd. Donc, on va dire Icharat A, Icharat A. Donc, on va dire à la حسب le signe ou à la حسب l'Ichara de A. Quand موجب quand dire موجب موجب quand سالب quand dire سالب سالب. Donc, Icharat A, Icharat A. On va mettre le temps. Est-ce qu'il y a le lourd là, le قبل من هاد. متفقين؟ كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. نمشيو دابا للحاله رقم 3. دونك نمشيو للحاله رقم 3 الكاني ميرو 3. دونك بقات لي عندي ساليت من دلتا اكبر من الصفر، كملت دلتا ايغال ا زيرو. ماتنو غنشوفو دلتا انفيريور ا زيرو. دونك دلتا اصغر من الصفر. شنو كنعرف انا ملي كيكون عندي دلتا اصغر من الصفر؟ شحال كيكون عندي من حل؟ ولا بصيغه اخرى للمعادله ملي كيكون عندي دلتا اصغر من الصفر المعادله ليس لها حل. المعادله ليس لها حل. وقلنا ما كتقبلش التعميم. دابا الاخطاء اللي غيوقعوا فيها الدراري دابا عندي دلتا اصغر من الصفر دونك ما عنديش جدول الاشاره. لا غلطتي. دلتا اصغر من الصفر كيكون عندها جدول الاشاره، ولكن كيفاش كنستعملو؟ لاحظ معايا كيفاش غنستعمل. دونك توجو شوف الحالة الأولى عادي ساهلة، كنعاود نكتب هادشي كوبي كولي. هنا كنكتب إكس، هنا اللي كندرس ليها لو سين ديالها اللي هي أ إكس أو كاري بليس بي إكس بليس سي، متفقين؟ إي سي كنكتب لونسومبل ولا دومين دو ديفينيسيون يعني مجموعة التعريف ديال هاد الحدود هادي قلنا من موال الفيني بليس لانفيني. سا مارش. زيد من بعد واش عندي شي حل؟ لا، المعادله ليس لها حل. دونك ما غنكتب حتى شي حل هنا، غنخلي غير من موال لانفيني البليس لانفيني. زيد اش بقى لي من بعد؟
قال لي خاصني نحدد الاشاره، خاصني نحدد لو سين. تو سامبلومون من اسهل الحويجات اللي من غير هذا، هذه سهله فيهم. كناخذ لو نومبر ولا العدد اللي لاصق في اكس او كاري، شكون هو؟ هو ا. كنلاحظوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، كنحاول نشوف واش موجب ولا سالب. كان موجب كندير موجب، كان سالب كندير سالب. يعني بطريقه اخرى كنجي كنكتب هنا اشاره ا. دونك غنجي غنكتب هنا إشارة تافقين الشباب. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. نمشيو دابا الأمثلة التطبيقية. دونك نمشيو الأمثلة التطبيقية، نشوفو برومي إكزامبل، المثال الأول. بي دو إكس إتيكالا إكس أو كاري موان 10 إكس بلس 25، x أو كاري ناقص 10 x زائد 25. حدد إشارة الحدودية P دو x. إتشيدي لو سين دان بولينوم P دو x. دونك بالنسبة للبيوف تا هما باش يشبهوا معاه. أول حاجة شنو قلت لكم؟ بخومييي إيتاب كنمشي كنرد هاد الحدودية هادي على شكل معادلة. سافو دير P دو x إتيكال أ زيرو، هادي الحالة المرحلة الأولى. دونك P دو x est égal à quoi? Est égal à 0. Équivalent, on remplace P de x par la valeur d'elle. Lié x au carré moins 10x plus 25 est égal à combien? Est égal à 0. Ça marche. Maintenant, on va faire le moumise delta, discriminant delta. Donc delta égal à B au carré moins 4ac. Ou toujours, quand j'ai qu'on met là A égal à combien? B égale à combien? C égale à combien? Toujours clé comme A ou avec le nombre les lasque f x au carré. Les mecs qui font la vidéo et les fait tout, ils me suivent sur fond. Mais si tu veux meilleur, mieux filmer. B ou avec le nombre les lasque f x, ça veut dire moi, ça veut dire 10. Ou les fait attention que les oublies signes dialogue. Ils cherchent dialogue les énarques. Donc on a rangé un petit moins 10. C raye 25. Ça marche. Yalla. Je remplace chaque expression par la valeur d'elle. Donc delta égale à b, lié moins 10, le tout au carré, moins 4 multiplié par a, lié 1, multiplié par c, lié 25. Ça marche. Yeah. Donc delta égale moins 10, le tout au carré, 100, mia, moins. Non. Il est mis sur 4 fois 1, 4, 4 fois 25, donc on va essayer rapidement. Donc, on va dire que 4 fois 5, c'est 20. Ça fait 4 fois 2, c'est 8. 8 plus les deux, les paulia, ça veut dire 100. Donc, finalement, 25 multiplié par 4, donc on dit finalement, c'est 100. Ha. Donc il a qu'un indi le jamme dit l'adad mutakabila la somme de deux nombres opposés jamme dit l'adad mutakabila c'est la somme de deux nombres opposés il y a 0 donc delta égale à 0 yalla chmin hala indi kentmina tkounou qayitou dakchi li aytaytkoum qbel bach tbou maya akta donc mini kikoun indi delta kisawi 0 al muadala laha hal wahid al muadala لها حل واحد. On a une solution unique. اللي هو x0 est égal. هذه العلاقة موان b sur 2a. كنت مني تكون حفظتها. تكافئ. x0 égal موان b اللي هي موان 10. divisé par 2. multiplié par a اللي هي 1. multiplié par quoi? Par 1 اللي هي 1. وكنحسب. دونك نحاول نمسح السبور هنا. يلا تبقى معايا، خليك معايا ولدي الله يرضي عليك. يلا شوف معايا. دونك x0 est égal الموان في الموان هي بليس سافو دير 10 ديفيزي بار 2 فوا 1 هي 2. alors équivalent que n x0 est égal
10 divisé par 2 الى مشيت حسبتها بكالكولاتريس دونك هي 5 سا مارش انا غنوضح لكم نتوما حسبوا بكالكولاتريس 5 فوا 2 ديفيزي بار 2 دونك ان سامبليفاي غتبقى 5 فوالا دونك انا لقيت الحل من بعد اشنو هو الغرض ديالي ما لقاش الحلول الغرض ديالي انني نحدد الاشاره لو سين ديال بي دو اكس دونك انا غنجي غنكتب طابلو دو سين تو سامبلومون كيف ما وريتكم في قبل في الفيديو في الاول ديال الفيديو دونك اكس هنا كندرس هذيك اللي كنحط هذيك اللي كندرس ليها لو سين ديالها اللي هي اكس او كاري ناقص 10 اكس زائد 25 دونك اكس او كاري موان 10 اكس بلس كوا بلس 25 سا مارش شاب دونك هنا كندير موا لانفيني بليس لانفيني يعني مجموعة التعريف ديال كوا ديال بي دو اكس دونك اللي هي موا لانفيني بليس لانفيني دومين دو ديفينيسيون ماتنون كنجي كنكتب الحل اللي عندي اللي لقيت هو 5 كتنعدم هنا حسب العلاقة اللي عطيتكم في الطاس دونك هنا كندير اشارة ا اشارة ا اشارة ا متفقين دونك اشنو غندير في هذه الحاله اشاره ا شكون هو لو نومبر لي لاصق في اكس او كاري هو كوا هو يعني واحد دونك واحد كيفاش دير موجب دونك انا غنجي غنكتب الاشاره ديال العدد الموجب اللي هو بليس وهنا غنعاود نكتب اشاره ا كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره علاش حيت واحد راه موجب دونك موجب موجب اشاره ا اشاره ا تري بيان كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره نمشيو دابا للمثال رقم 2 حالات اخرى حالات جديده